صباح الخير. وطن أو فندق 5 نجوم ونزلوا السرور يا جماعنا. ب100,000 دولار سماحة مملوك إلى الحرية، وأخلاء السبيل عقوبة إدخال السيارات المفخخة إلى لبنان. بالمقابل الاعتقال مصير كل من يطالب بوقف الصفقات والفساد وفضيحة النفايات. ويا فندق المظلوم، بالتسجيل المصور اعترف سماحة وبسخرية أصدر أمر بالتصفيات للشخصيات السياسية والدينية، ولكن على ما يبدو شكله ظريف وحكيه طريف ومنه سخيف على ما يبدو. أمام العواصف الأمنية والبيئية والقضائية يلي عم بتهدد استقرار البلد، تبقى العواصف الطبيعية أكثر رحمة على المواطن. من بعد فلاديمير يلي حمل معه الثلج الأبيض، اللبنانيين موعودين بعواصف أخرى. أهل البلدات الجبلية تحضروا، وبشهر كانون كون ببيتك وكتر من حطبيتك وزيتك. زميلتنا رولا أمين الدين قامت بجولة على قرى الشوف ورجعت بهالتقرير. شتي 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 شو حلو الشتي، عم بيغسل الدنيا. شتي 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 شو حلو الشتي. أدفى شي الحطب، إذا بنحط مزوت ما بيدفي زيادة. اشترى ب 900 دولار، بعرفش قد ايه كم طن جاب، بس لما يكون في ثلج صعب الظهرة. بنكون متمونين وجايبين أكلنا وشربنا. إحنا مش بس بنتمون يعني حبوب وموني خضرة بنتمون كمان حلويات، عم بعمل بصفار وبتمون مثل تين مثل مشمش هيك اشياء. نسلي حالنا بالشغل ونروح وقتنا، وبتعرفي هون على البرد كتير بنضلنا قاعدين بالبيت. هيك بقضوا اهالي جبال سهراتهم واوقاتهم بين تحضير الموني، شغل السنارة وشرب المتة، تمضى ايام البرد، ولكن بشرط تبقى النار شعلانة. والعاصفة فلاديمير اللي حملت خيرات الطبيعة حلت بخير وسلام، وكان الضيف خفيف نظيف، وبالمناطق الشوفية وتحديدا ضيع طيب بعقلين وعترين، هيك كانت الأجواء خلال العاصفة. وصلت درجة حرارة شي 2-3 تحت الصفر هيك شي يعني. في بعض ايام بالليل اكيد يجي صعب كثير كثير. حد له جاكيت ونشرب ماتي. بنشرب ماتي وبنحط كاستنا وبطاطا حلوة وطبيخ. اكيد بسمك بلبس كانستان وبنطلون وفيزوب وكلساتين. ما فيش طبيعي، مثل ما شايفتينا مثل ما شايفتينا كنزي وقميص وبرتيل. نعم وجاكيت نعمة، ورغم انه عمري 75 سنة يعني لازم احس بالبرد اكثر. انا اللي معور على السقعة، اكيد على السقعة. انا شو عم يصورني؟ ايه الادوية. شو حلو الشتي نازل على الطرقات، نازل على المدينة وعلى البنايات، وعلى شجر الرصيف، على شجر الرصيف نازل الشتي. شتي 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 شو حلو الشتي، عم بيغسل الدنيا. شتي 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 بطلع بسكر الساعة 7 وبطلع على البيت، وبعيش بظهر لمحل بهالبيت لحالي. أكل وشرب وقعد وشوف تلفزيون وما أحلانا. شو بعبديك؟ أكيد وتي في يعني، لأنه وإنترنت عندنا الفيسبوك والواتساب، ما كله عم نتسلى فيهن. يعني بنجهز حالنا بالمظبوط بالغذاء بالأكل للعائلة للبيت، نضرب حساب الخبز اذا تسكرت الخط ما عادش فيها نظهر يعني. هون طلعه كثير صعبه على البيوت وهون المداخل. كانت مناسبه اعياد من مال، ومن مال ثاني انه الناس عارفه جاي الثلج، فكان في حركه بالاسواق. طبعا حركه اكل وشرب يعني مواد غذائيه. بالبيت مازوت وبالمحل هون اي سي ودفايه كهرباء. في كهرباء؟ الكهرباء ما في، في موتور وكل كيلو بيحطوا علينا عدا عن الاشتراك الشهر. ولحق كان فيك تلحق. بيشطوا على المازوت اكثر لانه المازوت ارخص. هو الحطب ادفى، لو في مجال كمان ينجاب حطب يتقطع، ممنوع يتقطع حطب من وين ما كان. حاطين دفايات بالغرف الثاني بس ما في كهرباء نستعملها للدفايات، على طول مقطوع الكهرباء. صحيح رخص المازوت بس مش كل الناس ما عتعبي يعني مازوت. شو حلو الشتي نازل على الحلوي، الماما هالشماسي ويبقوا ناطرين ويتخبوا بالدكاكين، يتخبوا بالدكاكين تيخف الشتي.
نحن أي عاصفة تجي نحن حاضرين. لو إجا أقوى منها لهالعاصفة، بس الحمد لله كل شيء موجود محضرين وعنا كل شيء. وجاء الحطب أم صوبية مزود مش مهم، المهم تتدفى منيح وتترقب حالة الطقس وحالة الطرقات لتفادي التلج والتصحيط وحوادث السير. وإذا كانت العاصفة فلاديمير بيضتها واقتحمت الجبال بالثوب الأبيض، فمنتأمل مع السنة الجديدة وصول عاصفة أخرى وتقتحم لبنان بالهدوء والسلام وراحة البال. شتي 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 شو حلو الشتي، عم بيغسل الدنيا. شتي 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 شو حلو الشتي، عم بيغسل الدنيا. شتي 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 منتابع حلقتنا. واخيرا وبعد انتظار دام اكثر من 35 سنه، صارت رائعة زياد الرحباني بالنسبة لبكرة شو على الشاشة الكبيرة. بعد ما ربينا على أصواتهم، أخيرا رح نتعرف على ثريا، زكريا، رضا وغيرهم، والعروض رح تبدأ بالصلاة ب 21 شهر. إنما بهالتقرير رح نتابع تفاصيل الأفان بريمير ونشوف التقرير سوا. كم بكرة مرق من وقتها وبعد ما عرفنا بالنسبة لبكرة شو؟ بهالعبارات بدأ الفيلم السينمائي يلي عم بيقدم مسرحية زياد الرحباني كاملة بالنسبة لبكرة شو؟ ومع مرور 37 سنة على هالسؤال بعده مطروح، وهالعمل أظهر مدى استشرافه على واقع ما زلنا عم نعيشه ليومنا. هالمسرحية مثل مسيلات لزياد الرحباني حفظوها اللبنانيين عن ظهر قلب، الأمر يلي بدا واضح خلال العرض الافتتاحي للفيلم بحضور منتج العمل إلي خوري صاحب شركة أم ميديا يلي كانت وراء ولادة هالعمل، وحضر أيضا الافتتاح عدد من أهل الفن الإعلام والسياسة. كانت الفكره انه هول شغلات نحن جيلنا سامعون، انا من اللي حضرون بس في كثير من جيلنا ما قدر حضرون، انه هول بيحبوا يشوفون لايف، بيحبوا يشوفون كيف كانوا، مش انه يرجعوا يتمثلوا او يرجعوا يتصوروا. واعتقدت كمان او بالاحرى لاحظت كمان انه في اليونج جنريشن الجديد اللي هن عم يسمعوا زياد او سامعينه او حافظينه، عبالهم يشوفوا هالشيء ويشوفوا شو يعني السبعينات والثمانينات كيف كانت. فمن هونيك انطلقت الفكرة، مساقبة انه بعرفه صاحبي معه لزياد، اخدتنا يمكن شي 15-20 سنة لاقتنع يعطينا اياهم، ولما عطانا اياهم كمان اخدونا شي سنتين شغل لرتبناهم. وما صورت بنهار يعني، صورت عدة ايام، صورت الرحلة اخته لزياد ليال الرحباني، ف رح تشوفي هلا انه منا مصورة بهدف إذا بدك سوبر بروفيشنال، إت وزنت بروفيشنالي فيلم، بس فكانت هيدي الصعوبة إنك قدرنا نجيب الفوتج بعدين نحاوله ونظبطه ونرمم الصوت والصورة. 650 ليرة هم عايشين، هذا المدورة ولو عايز اللي قاعد مرخية بيه بدور هالعمل الممتع حول الشعب العنيد، الشعب المسحوق، صراع بين الفقر والعيش بكرامة، وسخرية من واقع مرير بين الرفض والاستسلام بطريقة زياد الرحباني. أنقذته شركة أم ميديا ونزعته من رفوف زياد الرحباني وأضيف له التصليحات اللازمة لتحويله لشريط سينمائي. فتم إرسال الأشرطة إلى أمريكا لتحسين الصورة وإلى ألمانيا لتحسين الصوت، مانحين الجميع فرصة وخاصة جيل الشباب إنهم يتمتعوا بمشاهدة هالعمل يلي حمل كل معاني النوستالجيا والقيمة الفنية.
هالمسرحية تم تصويرها من قبل الراحلة ليال رحباني بغية الاستعانة فيها للاستعمال الشخصي لزياد. بالمسرحية زياد إيش حقيقة يعني كأنه مش عم نمثل. كان في مشكل بالساند سناك يعني بالبار كان يصير مشكل. بالكواليس في أمبيلانس حاضر. أمبيلانس قد ما شباب يعني بيتحمسوا بيضربوا لبعضهم مش التمثيل يمكن حقيقة. مرة مكسور واحد سنه واحد رايح وركو ما بعرف شو يعني هالقد كنا حقيقيين. حبي شوف حالي كيف كنت من قبل بعد ما ختيرت يعني صرت عمري فوق 60 ما بيحبوا يقولوا ختيرت اخواتي. بالنسبة لإلي هيدا حدث كتير كتير مهم لما يتضمن من رسالة كتير مهمة. يعني اليوم الأشياء اللي عم نشوفها التدهور الثقافي اللي عم نشوفه بشكل فظيع إنه ترجع مسرحية مهمة جدا المضمون تبعها كتير مهم من كل النواحي. يعني وطبعا ما فينا ننسى المبدع الغائب الحاضر جوزيف صقر يلي أطفى جمال على جمال المسرحية بصوته المميز. عم تعزمك لتشرب كاس مع أختي يطلع بيعها فيه تصير الظهر لبرا عرفت كيف؟ رجع تتفوت لجوا. كتير فرحانين نشكر الله كتير سمعانين حافظين لكن هيك ما فيه. كنا نحضرك كل ليلة كل ليلة نروح تحت الدار ونحضر انتراك. هلا ما في ضرب نرجع كل ليلة نروح وواحد في غصة. يعني كثير متحمسة احضرها بس شايفين صور ولا مرة شايفين فيديو. ويخرب بيت عيوني يا شو حلوين. بالماضي يمكن واحد كان يهرب هريبة ليحضر مسرحية لزياد الرحباني. لا اليوم جايين بكل فخر نقول انه هيدي الصفحة طويناها نحن عايشين لبكرة. بتذكر انه خيي وكل اهلي يعني كانوا يقعدوا يسمعوها بالحرب لما كنا نسمع على الراديو ونحط على البطارية بالراديو وقتها ما يكون في تي في نسمع على صوت الشعب مسرحياته كلها. بعرفهم يعني ومعيشهم وربياني عليهم مثل ما بيقولوا. اكيد هني قبلي بس فترة صغيرة ما بدي كبر حالي كتير. خلي ضل في موسيقى بالمحل يا نجيب. المفاجأة يلي وعدتنا فيها أم ميديا كشفت قبل بدء عرض الفيلم بإعلان عن عمل تاني لزياد الرحباني قريبا فيلم أمريكي طويل.